تحت إشراف ودعم من دولة الإمارات العربية المتحدة، شهد معسكر جبل العر في يافع ختام الدورة التدريبية الثالثة لمنتسبي قوات الحزام الأمني التي دامت 70 يوما. حفل الختام شهد استعراض المتدربين لعدد من المهارات التي تلقوها في الدورة، ومنها الاقتحامات والفنون القتالية المختلفة والتسلق بالحبال وغيرها من المهارات التي نالت استحسان الحاضرين. المتدربون استعرضوا كذلك مهاراتهم في الرماية بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة وقنص الأهداف الثابتة والمتحركة. هذه الدورة هي ضمن دورة تم تأهيلها مضمن، وضمن يعني دورة سوف نقوم على تأهيلها وتدريبها في وجود ضباط أكفاء عندهم المهارات وعندهم المعنوية للتدريب، ليس جنودهم بل أبنائهم للدفاع والذود عن هذا الوطن وعن الدين والأرض والعرض. قيادة الحزام الأمني ثمنت دعم الأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على دعمها السخي للأجهزة الأمنية وتدريبها وتأهيلها لتتمكن من مواجهة كل الصعوبات والتحديات التي تواجهها. وفي ختام الحفل سلمت الشهادات التقديرية للبارزين من المستجدين والمدربين في الدورة التدريبية.